بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية كان اليوم لنا اجتماع في لجنة الشؤون الخارجية وتطرقنا إلى موضوع الادعاءات العراقية وما يحدث هناك بالادعاءات بخصوص خور عبد الله، وتم الاتفاق ما بين الأعضاء على مناقشة الموضوع وتخصيص جزء في الجلسة القادمة للرد على هذه الادعاءات وهذه التحرشات. هذا في جانب اللجنة الخارجية، وهناك جانب آخر تقدمت أنا ومجموعة من الأخوة الأعضاء في ما اعتبره أولى خطوات المشروع اللي تكلمت عنه، المشروع الوطني للتوظيف، وأولى هذه الخطوات اللي هي مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص، وطرحنا تعديل على القانون في المادة 51 منه أن الموظف في القطاع الخاص يستحق كامل نهاية الخدمة غير منقوصة وغير مجتزأ منها ما يدفع صاحب العمل من اقتطاع بخصوص التأمينات اللي دفعها من نهاية الخدمة، ولذلك احنا نتكلم الآن عن نهاية خدمة كاملة. هذه هي بداية هذا المشروع اللي تكلمت عنه، وهناك أيضاً بعض الأمور التي سنطرحها للعاملين في القطاع الخاص، منها تحديد مدة الشهر اللي أيضا يتكلم عنه ويحصل فيه خلاف، أن مدة الشهر في هناك بعض الشركات تحسبها كثلاثين يوم وبعض الشركات 26 و22 يوم، ولذلك أيضا هناك قانون قادم في شأن هذا الموضوع. وأيضا هذا خلينا نتكلم عن الخطوات القادمة التالية في نفس هذا المشروع، واللي هي الحد الأدنى للأجور العاملين بالقطاع الخاص، السن التقاعدي الموظفين في القطاع الخاص، وأيضا هناك تعديل الباب الخامس للموظفين وأصحاب الأعمال المبادرين. مجموعة من وحزمة من القوانين إن شاء الله آتين عليها بجدية وبقوة. هذا فيما يخص التوظيف. أيضا اليوم أنا خلصت من اقتراح بالإصلاحات السياسية، وأولها وهذا الاقتراح جاهز وهو ما يخص المحكمة الدستورية. هذا التعديل وهذا التعديل في القانون المطروح الآن يناقش أن تطلع المحكمة الدستورية على مرسوم الدعوة ومرسوم الحل ويتم الفصل فيه قبل أن تجرى الانتخابات، ولذلك أي إبطال للمجلس في المستقبل لن يكون موجود. هذا الآن القانون جاهز، وإن شاء الله راح يكون في عليه 5 تواقع لإعطاء أسفة الاستعجال لأي شخص يريد أن يطعن في مرسوم الحل أو مرسوم الدعوة، يتم خلال أسبوع من بداية الانتخابات، وأن تحكم المحكمة بخصوص هذا الطعن خلال فترة الانتخابات ليتم تحصيل المجلس بشكل سليم، وأن تنتهي فترة الإبطال هذه اللي مع الأسف تكررت بالفترة الأخيرة، وهذا القانون إن شاء الله راح ينهي هذا الموضوع. القانون الآخر من ضمن الإصلاحات السياسية اللي هو تسجيل الناخبين. نعلم الآن وإحنا في شهر فبراير هو فترة تسجيل الناخبين لدى المختارين، وإحنا قاعد نتكلم الآن هذا القانون راح يكون فيه تسجيل بشكل دوري عن طريق الخدمة المدنية. أي شخص يبلغ عمر 20 يتم إرسال اسمه إلى وزارة الداخلية، ويتم تفعيل دوره كممارسة حقه الانتخابي لما يبلغ 21، ولذلك لا حاجة للذهاب إلى المختار، ولا حاجة أنه يكون هناك شهر واحد لتسجيل الناخبين الجدد. هذا القانون راح يتم تسجيله، تسجيل الناخبين كل من يبلغون 21 بشكل دوري عن طريق المعلومات المدنية، وراح ننهي قصة أن كل شخص لازم يروح إلى المختار ويسجل في خلال شهر واحد من هذه السنة. هذه مجموعة من الاقتراحات بقوانين إن شاء الله من جانب إصلاحات سياسية، وإن شاء الله راح يكون هناك قوانين أخرى من جانب إصلاحات السياسية، وأيضا من جانب المشروع الوطني للتوظيف اللي تكلمت عنه
هذول البدايات، وإن شاء الله راح يكون هناك قوانين قادمة بإذن الله. الله يعطيكم الصحة والعافية. تفضل. أولاً بصالح هناك إشادة حقيقة ثبات مواقفك مع الشباب، وإنك ما تخليت عن الشباب في جميع قضاياهم. الله يسلمك. أولاً طال عمرك بالنسبة للشباب الكويتي وموضوع التوظيف. نعم. كثير من الشباب يتمنى منكم كنواب رفع نسبة التكويت في الوزارات. نعم. حتى الشباب يعني وصل رقم غير عاملين حالياً تعدى 26,000 شخص عاطل عن العمل. النقطة الثانية، هناك شباب من إخوانك غير محدد الجنسية، أطباء وجراحين، وتعينهم وزارة الصحة على بند المكافأة، ما يتم تعيينهم رسمي. هذا واحد. وكذلك المدرسات ما لهم إجازة وضع، ما لهم إجازة حج، ما في عدة، ما في الأمور هذه الإنسانية، محرومين منها. أتمنى أشوف جهودك بهالمجال ان شاء الله. بالعكس يعني ما تفضلت فيه، هذا اللي احنا قاعد نسعى فيه من خصوص نسب التكويت، وهذا اللي خلانا نحرص على حضور الجلسه اللي فاتت اللي هي التركيب السكانيه، لان كنا راح نناقش موضوع ان هناك مجموعه من اخواننا الوافدين قاعد يستلمون وظائف، في المقابل ان اخواننا اصحاب البلد واصحاب الخبرات واصحاب الشهادات العليا ما هم موظفين. ونفس ما تفضلت على بقية الأسئلة، احنا داعمين في التوجه هذا لاستفادة من كل الخبرات الموجودة. الله يعطيكم العافية ومشكورين.